سلام بنات، نتمنى تكونوا بخير. اليوم فيديو جديدة وغادي تكون اون فيديو وات اي ايت ان ا داي، او لا شنو كناكل في نهار. الا كنتي اول مرة تدخلي قناة ديالي فما تنسيش تابوني وتقطعي على الجرس باش يوصلك جميع الفيديوهات اللي كندير. ونبداو دابا مع الفيديو ديالنا. انا في الفطور كناخد الموزلي ديال هاد لا مارك سونتي، فيه لي دات التفاح ولي غازان. كيعجبني الموزلي انا يكون في الصباح، كيجيني خفيف على الكرش. وكنديرو مع الحليب، كناخد انا الحليب ديال جودة، كناخد لو لي يو اتش تي، هو اللي كيعجبني حتى هوايا. الغدا درنا دي لازاني. الحقيقة خديت لغوصات من يوتيوب، جات با مال، وغير هو الشكل جا عوج، سمحوا لي. العشاء اليوم درتها خفيفة حيت الغدا تغديت بزاف. درت غير البينات باتر، غادي نديرو في لي توست، وغادي ندير معاه اهم حاجة اللي كنحتاجو في هاد البرد، وهي اتاي بالشيبة، مهم راكم عارفين. وخديت دادسيغ تفاح فخاز والبعويد، داكشي عادي زعما ماشي عشاء تقيل. بنات كانت هادي هي الفيديو ديالنا، نتمنى تكون عجبتكم. الى عجبتكم ما تنساوش تابونا وديروا دي جيم وبارطاجيو لا فيديو. نتمنى يكون كيعجبكم هذا النوع ديال لي فيديو، انا بعدا كيعجبني وقلت علاش لا نجرب فلاشين ديالي اللي عجبكم حتى نتوما. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجايه. بسلامه.